انا بسم الله الرحمن الرحيم تنشكركم على الاستضافه. كما تعرف التايكواندو فاز بالرتبه الاولى على الصعيد رياضه التايكواندو 11 ميداليه من 16 الوزن، لان التايكواندو ما لعبش بال كانت فيه غير المباريات، ما فيش البومسي لان البومسي ما دخلش في هذه الالعاب الافريقيه. الحمد لله استطعنا من ما بين 38 دوله ما بين 300 لاعب ولاعبه باش التايكواندو يحرز الرتبه الاولى، وهذا شرف كبير. كما تتعرف بان رياضه التايكواندو الان رياضه اولمبيه ضمن الرياضات الاخرى، فلهذا اللاعبين اللي فازوا بهذه البطولات كلهم لاعبين جداد، لاعبين صغار عندهم ان شاء الله مستقبل، وان شاء الله الهدف كله هي الالعاب الاولمبيه ان شاء الله اللي غادي تكون في طوكيو وكذلك في فرنسا. هنا تنهني وزارة الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه على هذه البادره الطيبه ديال توزيع المنح، فهذا شرف كبير. الا هذه الالتفاته الا غادي تدعم هذه الابطال المغاربه في جميع الرياضات باش يفوزوا ان شاء الله في المحافل المقبله ان شاء الله. نتكلموا على الالعاب الافريقيه، المغرب في هذه الالعاب خدا 4 ديال الميداليات النحاسيه في الكا 4 لا كورسونين كا 4. بون هي بالنسبه لنا مشرفه. بون كان يمكننا ربما نجيبوا ميداليات اخرين، ولكن وقعنا شي بعض مشاكل تقنيه، ولكن ان جينيرال لي ريزولتا مزيانين. حتى في لي زوطر ديسيبلين كنا 4ايام 5ايام 6ايام، هذا دونك سي مشرفين كامل. بالنسبه للانجازات اللي حققنا في البطوله الافريقيه خاصه بالنسبه لكره الطائره الشاطئيه، فتوفقنا وحصلنا على المركز الثاني ذكور. بالنسبه للكره الطائره داخل القاعه كان التتويج بالنسبه للفريق النسوي المركز الثالث، اللي تقريبا هذه 27 سنه ما استطاعتش الجامعه انها تطلع البوديوم على الصعيد الافريقي.